مشاهدينا متابعينا مستمرين معكم في تغطيتنا لنهائي بطولة غرفة مكة الرمضانية الثانية على أرضية ملعب مركز مكة الرياضي. الوداد في النسخة الثانية وللمرة الثانية يصل إلى المباراة الختامية ليواجه شباب الربيع الفريق الطامح والذي يبحث عن البطولة في هذه اللحظات وفي هذه السنة. حيسعدني ويشرفني أن أستضيف الأستاذ محمد بن حسن رئيس فريق الوداد المكي. في البداية أرحب بك، أمسي عليك، تتحدث عن ثاني وصول لكم بعد ثاني مشاركة في هذه البطولة. أكيد التحضيرات، أكيد كنتم على قدم وساق على هذا الفريق منذ بداية البطولة وصولا إلى هذه المرحلة، وصولا إلى ختام هذه البطولة. تحدث عن فريق الوداد المكي وآخر استعداداته للمباراة الختامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله بالنسبة لهذه المباراة استعدادنا استعداد أي مباراة كانت، ولكن بالنسبة لهذه المباراة صراحة أقمنا معسكري الفريق في استراحة، ونشكر الشيخ عبد الله أبو الجدائل والسيد هاشم كوشك على وقوفهم مع هذا الفريق ودعمهم لهذا الفريق. وإحنا العام راحت علينا بطولة صراحة كانت في أدنا، ولكن الله يسامح التحكيم، ولكن هذه السنة إن شاء الله يختلف التحكيم عن السنة القادمة، تحكيم رعاة الشباب من جدة. وصراحة والعيال أوعدونا إن شاء الله إنهم حيبيضوا وجه السنة، خاصة لأهل مكة كلهم، لأن إحنا مضغوطين من أهل مكة يبغوا مننا بطولة، وإن شاء الله إحنا حقق لهم البطولة السنة. جدا فريق شباب الربيع الفريق اللي يبحث عن هذه البطولة بشكل مميز بشكل كبير، يبحث عن لقب هذه البطولة. كيف درست فريق شباب الربيع وكيف شفت مشواره في هذه البطولة؟ والله أنا شفت مشوار الفريق عندما نهزم من الهجرة، وبعد كذا جاب لعيبة طبعا كمل، والفريق يلعب بطريقة 3-5-2، وإحنا إن شاء الله درسنا وشفنا الناحية اللي نحن نتبعها له. إحنا نلعب من طريقتنا 4-5-1 بعكس الفريق، وعندنا لعيبة اليوم إن شاء الله رجع الكابتن إبراهيم كناني، ولا تنسى عماد كناني أخوه سالمان الطارقي سلطان الفيل. بصراحة غير الاحتياط زي اللي في الملعب كلهم، إن كانت لاحظ حتى في الاحتياط عندنا فهد الأسمري، محمد القرشي، عمر الحارثي، يعني عندنا عناصر كأنه في الملعب. لكن إن شاء الله وعدونا العيال هذه السنة إنهم يبيضوا الوجه لأهل مكة، وهناك بلغنا الأستاذ جمال تونسي والأستاذ مساعد الزوهري إنه البطولة لا تخرج من مكة، وهم واقفين مع فريق الوداد ومدعمين فريق الوداد، وإن شاء الله دعوتكم لنا لأننا لا تروح البطولة مننا.